عالم الألعاب، نحن كجيمرز نقضي الكثير من الوقت على هذه الألعاب، جاهلين الوقائع والحقائق التي تحدث وراء أبواب هذه الألعاب. ولكن لا تذروا، لأنني هنا في فقرة تزقدست جيمينج فاكس لكي ينور عقولكم بجميع حقائق ألعاب الفيديو، ربما جميع. اهلا وسهلا في حلقة جديدة، وبمناسبة نزول لعبة تيكن 7 ستكون هذه الحلقة مخصصة لحقائق عن لعبة تيكن. لذا اذا كنت تكره تيكن فتفضل واقذف نفسك من هذا الجبل، اما باقي المشاهدين فاستمتعوا. نبدأ حلقتنا اليوم بحقائق بسيطة عن مصمم اللعبة كاتسوهيرو هارادا. لا تنخدعوا من منظر هذا الرجل، لانه متعدد المواهب، فهو يعرف قتال الجودو، الكاراتي والتايكوندو. لذا إذا رأيتموه في الشارع فاحذروا، لأن أي حركة خاطئة وسينتهي بكم الوضع هكذا. وشيء إضافي، هارادا مثل أصوات يوشيميتسو، مارشلو وفورسلو حتى تيكن 4. هل تعلم أن تيكن كانت أول لعبة تفوق المليون نسخة في المبيعات على البلايستيشن 1؟ وواصلت تيكن بقوة على مدار السنوات مع مجموع مبيعات يصل إلى أكثر من 44 مليون نسخة، لتصبح أنجح لعبة قتال في تاريخ ألعاب الفيديو. نعم، تيكن أنجح لعبة قتال وليست ستريت فايتر الشهيرة. أريد أن أعبر عن رأيي بالموضوع ولكن لا أعلم كيف. عرفت. شرح ما كان في عقلي تماما. خلال شاشة اللودينج في تيكن 1 تستطيعون لعب اللعبة الشهيرة جالاغا. كم منكم أكملها؟ أتوقع الإجابة هي سالب واحد. لنكون واقعيين، عند ظهور حبة الستارت تضغطونها وكأن حياتكم تعتمد عليها فقط للعب. هذا الطبع متواجد في أغلبنا. ولكن هل تعلمون إذا وصلتون لعب جالاغا وأنهيتون جميع الأدوار بدون أن تخسروا، تستطيعون الحصول على ديفل كازويا. بصراحة لا يستحق الأمر العناء، لأن ديفل كازويا الذي تحصلون عليه فقط ملابس، لا تحصلون على الحركات أو أي شيء جديد. ولا تدعوني أن أتكلم عن شكله القبيح، يشعرني أن سونيك وبيبسي مان أنجبوا طفل. في تيكن 2 عند ضغط تحت وسلكت يجعلكم تلعبون ببيج هيد مود، وعند ضغط L1 وR1 عند اختيار الشخصيات تستطيعون لعب الفايت في فيرست بيرسون واير فريم مود. نعم أخيرا سأكون أنا كينج. أشعر بالغثيان. عذروني. في تيكن 3 إذا لعبتون بجن وكشاو يو، نعرف لفظ اسمها، المهم إذا لعبتون بهم 50 مرة تستطيعون الحصول على ملابس المدرسة لهم، وإذا جعلتموهم يلعبون ضد بعض بهذه الملابس فستحصلون على ليفل المدرسة خاص لهم. هيهاتشي، بول، نينا ويوشيميتسو هما الشخصيات الوحيدة التي ظهرت في جميع أجزاء تيكن. كوما وكينغ ظهروا في جميع الأجزاء أيضا، ولكن في الواقع هم شخصيات أخرى، حيث كوما وكينغ الذين ظهروا في تيكن 1 وتيكن 2 ماتوا قبل أحداث تيكن 3. نعم هذا الشيء حزين وكئيب، ولكن هذا ما حصل، وتم استبدالهم بابن كوما وكينغ مختلف. هل تعلمون أنك ستتواجد شخصيات غريبة في تيكن؟ نعم، أغرب من دب مقاتل، رجل خشبي، و لا أعلم حتى ماذا أسمي يوشيميتسو الجديد. المهم في تيكن 3 كانت ستكون هناك شخصية على حشرة فرس النبي باسم إنسكت، وشخصية أخرى على شكل سمكة السلمون اسمها ساكي، حيث كل ما تفعله هو التخبط في الأرض وبدون أن تفعل أي شيء آخر. نعم كم هي حركة رائعة وكومبو جميل، تفاهة.
بالطبع تم حذف هذه الشخصيات قبل نزول اللعبة، حمدا لله على ذلك. وبما أننا نحن على موضوع الشخصيات، هناك هيهاتشي آلي، ولكن للأسف متوفر فقط في لعبة باتشينكو يابانية لتكن. في الليفل 5 من فايت لاب في تكن تاك تورنمنت 2 تستطيعون القتال مع شخصيات مألوفة جدا. نعم انهم ريو، كن واكوما من ستريت فايتر، ولكن هنا اشكالهم مختلفة بعض الشيء. ماذا حدث لكن وريو؟ ربما هذا تأثير رمضان عليهم. لا تخجلوا، هذا التأثير علي أيضاً.